النتيجه كانت تشير لتقدم الزمالك المصري بهدفين مقابل هدف للافريق التونسي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عندما اجتاح المشجعون الملعب واعتدوا على لاعبي الفريق التونسي وجاءت هذه الاحداث بعد لحظات من الغاء الحكم لهدف احرزه اللاعب احمد جعفر مهاجم الزمالك الذي كان في حاجه لتسجيل الهدف الثالث ليتاهل لدور السته عشر بعد انتهاء لقاء الذهاب في تونس بفوز الافريقي باربعه اهداف مقابل هدفين بعض الروايات تشير الى ان احد المشجعين التونسيين بادر الى نزول ارض استاد القاهره ما اثار حفيظه الجمهور ونزل هو الاخر الى ان الملاحظه اثناء المباراه هو الغياب الواضح للامن والذي عاده ما يكون حاضرا في مثل هذه المباريات رئيس الوزراء المصري عصام شرف صرح بأن ما حدث إساءة بالغة لثورة الشعب المصري وستكون هناك عقوبات صارمة للمتوطين كما قدم شرف اعتذارا إلى الشعب التونسي وحكومته وسيكون من نتائج هذه الأحداث احتمال عدم استئناف مباريات الدوري العام المصري بسبب غياب الأمن الذي قد يعرض حياة الجمهور للخطر ما زال عدد كبير من الجماهير في.